يا هلا والله مرحبا عدنا في محاكي سوبر ماركت عيال من كثر ما طلبتوها والله قلت والله عيب اني اردكم وعدنا يا عيال عدنا عدنا ما ما, ما قدرت اردكم والله انكم يا اخي زينكم والله انكم رهيبين يا اخي لما تطلبون لعبه خاصة انكم تبغون وتحبونها والله غصب ارجع لها ما اقدر اقول لا وعدنا ونفتح المحل نقول بسم الله صباح شا... اوه يا توني لاحظت شيء الوقت ما يبدا لين احط اوبن يعني يمديني الصبح ارتب واطلب وزين انا ليش؟ ليه ليه معد نفسي واقعد اطلب مدري وزين وازين والمحل لسه مقفل زي الحين هذا مخلص الحلاو لازم اطلبه. اثر الموضوع كذا اها كذا حلو كذا برتاح انا صراحه والله برتاح انا كذا اوكي خلني اطلب اوه طفران حبيبي عسام والله انك طفران اوكي اوكي, أوكي. ناقصنا اشياء مره كثير كنت بطلب الحلاوه بس يمكنني حاطه انا اصلا في الحلقه الماضيه يب حاطه بومبك كاندي بومبك اسمك خايس اسمك مره خايس و, و... يعني عيال يعني... تقول شوفوا الليفل عندنا قرب يصير 19 اذا جبنا 20 الظاهر بقدر اجيب موظف جديد يب الظاهر بقدر اجيب موظف جديد وهل اضافوا شيء جديد كاشير وريستوك يا سلام ليفل 20 راح نقدر ان ان شاء الله نجيب موظف جديد وليه كان الليفل نقص كان باقي شوي نجيب 19 وش نقصها يلا مو مشكله مو مشكله يلا تحيهم عدنا يا يلا اخيرا في سلسله طلبتوا منها مره كثير وعدنا وباذن الله يعني نعطيها حلقات زياده يعني ان شاء الله نقدر نطلع منها محتوى باذن الله اول شيء اول شيء اول شيء انا صراحه احتاج فلوس عشان اقدر اطلب أه طولت علي انت والله طولت علي اخلص عطني 20 17 دولار بس صعبة والله ما هي بصعبة شوف حبيبي ذا كم طلب طلب يمكن حدود 70 دولار شو بقي لي 53 لما اطلب نايس الله يعافيك تعال سوي حركتنا الرهيبة اول شيء عطني الحلاوة ذا خليني نحطها هنا لينقص ينقص البلاد تنقص والله العظيم اهم شيء عمداكم يا السرع عمداك يا السرع تدرون وشلون ارمي نسيت ار آه. شكلي ابشتري الكاشير الثاني من الحين والله اي والله شكلي من الحين بشتريه كم هو بخمس ب 500 الظاهر مره غالي بس عادي بشتريه وبصير انا الكاشير الين نوظف كاشير ثاني فهمت والله خطه حلوه يصير في كاشيرين يشتغلون الين نجيب كاشير جديد تعال حبيبي تفضل تفضل خل الله يعين هذا اللي بيقعد يرتب اقسم بالله انه بينكسر ظهره <applause> هلا أود اعطيك زياده في الراتب صراحه بزعل شغلتك هذه دبر عمرك انا بساعدك بالحليب اني ارتب ما مرتب ما يحتاج دبر عمرك يا والله يدبر عمرك يا جد خلني بساعده بالحلاوه وين الحلاوه الجديد الظاهر راح وداه يب راح يوديه الظاهر ما... وش وده وش ود اه حلاوه طلبنا بس واحد منه طيب آه بطلب من الحين بطلب زياده نحتاج حلاوه زياده فول سوداني كانه ناقص يا عطني حتى لو اني طالبه وفي منه زياده ينحفظ عندنا في السرج ف يعني الحمد لله مره كويسه الامور بس انا بطلبه يعني لان شفت مره قربي خلاص، عطني فول سوداني يا حبيبي رتبه هنا، وهذه الحلاوه الجديد برضه خلينا نحطها هنا. يا سلام سلم، يا عيال هانت ما بقى شيء على ليفل جديد، والله العظيم هانت، والله ودي بعد اني اطلب آه كذا ارفف زياده برضه، ارفف زياده نعبي المكان اللي هنا، يصير هنا في ارفف وبرضه هنا كاشير وهنا ارفف كذا للتسوق، يا سلام، ايش في؟ يقول لك زحمة ذا تشيك اوت ار فل طيب اموري اتوقع زينه البنك pay اوف أوه لسه البنك باقي لي ما سددته ناقصه 480 ودي اسدده واخذ قرض ثاني بعده على طول بحيث اني اقدر اشتري الارفف والطاولات والاشياء الحلوه دي والله مش بطاله الفكره صح؟ انا بطاله <applause> عندي كل هذه ما سددتها عندي 1400 ما سددتها والله كثير والله مره كثير يا عيال مره كثير سلفوني تكفون اعطونا الله يعطيك شغل شغل النور شغل النور اي يا شيخ تو ينور المحل اي والله انت هذا جديد هذا الرجال جديد جديد في الحاره جابوا ناس جدد حلو يا الله انت يا اتوقع اضافوا ديكوريشنات زياده ديكوريشنات والله صعب الكلمه فيرنيتشر لا مو هنا كاني قريت انه حطوا ديكوريشن او انه بيحطون في التحديث الجديد من متاكد صراحه خلاص عرفت وش بسوي والله انه مصيبه صدق والله انه مصيبه عندي التزامات مره كثير مع البنك شوفوا عندي هذه لازم اسددها 1400 توتر حقها يعني. يعني انا اصلا ما دفعت شيء ما اعتبر اني دفعت شيء من البنك 2000 ما اخذ وهذه 1400 وهذه 480 كاني والله البنك انه زفت ما ابغى ما عاد أبغى, ابغى اخذ قروض والله انه زفت خلاص ابعتمد اني ما بس اسدد الاشياء اليوميه اللي علي وباقي الفلوس أقدر خلاص اسدد القروض ليش هذه زائز مره كثيره ليش 32 وهذه 29 وهذه 28 هذا الكهرب ولا ليه ليه اكثر يا ابوي انا برفع شكوى انا خلقه متوهق الله يعين والله الله يعين طيب ناقصنا مكرونه اه... ناقصنا مكرونه ناقصنا شوكولاته وناقصنا اممم ما وش ناقصنا؟ ناقصنا ملح مكرونه وشوكولاته وملح بسرعه باقي ست اربع ثواني بيرشس هاها <applause> طلبناها والله طلبناها باخر ثانيه خليني اساعدك يا حلو والله انه ما يعني ارحمك صراحه الغريب ان اليوم احس ما في زحمه ما ادري ليش انا مزعلهم شيء منقصين التقييم انا زعلتك في حاجه ممكن نوخر هذه تعال بحطها في النص ولا فرق اي شيء تعال عندي ظلام والله عندي ظلام اوكي حطينا المكرونه هنا وخلنا نرتب باقي الاغراض اللي نقصتني ب... ب... اليوغرت برضو خلنا نحطها هنا حلو 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 لا 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 الامور زينه ابشركم عبينا الارفف الامور هاديه في يعني زحمه خفيفه لكن حليوه احب هذه الزحمه انا رايقه لو يجيني الحين 500 دولار على طول بكره ابى اول شيء بسوي اني بشتري لي آه كاشير ثاني ناقصنا بيض ناقصنا عصير تفاح تعال خلينا نطلب من الحين أو مو نطلب نجهزها يعني لبكره والله طلبيتنا غام بتكلفنا مره كثير الزبده والله طلبيتنا تكلفنا مره كثير الله يعين تكلفنا تقريبا 171 دولار حلو حلو مو مش بطاله مش بطاله ما راح نقدر نشتري كاشير يعني بدايه اليوم لكن شوفوا على الزباين هذول ما تدرون يمكن والله يعطوني فلوس كثير والله ممكن يعطوني فلوس كثير كرافليكس بس ورع انت حبيبي هذا دايت حق واحد عمره ثلاث سنوات ايش ايش وشوكولاته بعد مصيبه انت يا حليله هذا والله انه قاعد يكرف يا زينك يا شيخ بس جيت حطيت لي حبه واحده لهالدرجه يعني اغراضنا كثيره والله نايس والله نايس يعني وشوف اذا وقف اذا وقف هنا معناته خلاص رتب لك لا لسه ما رتب لك كل شيء ايش هذا زيت اوكي الله يقويك حلو حلو انا مبسوط أنه ايش انه ما قاعد تخلص الارفف على طول ممكن بس خلاص المكرونه يعني بالغلط الزيت باقي له حبه برضه يخلص لكن بنطلب بعد شوي آه بكره اول ما نصحى نطلب لنا زيت تدري عطني حبه زياده برضه لا 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 نقص نقص من كثر الميزانيه عاد صار عندي 600 ابشركم وهذا شوفوا كم طالبه بس 41 على كثر اغراضك يلا 52 شكرا نقدر ننهي اليوم الحين اوكي صباح ان شاء الله رباح اليوم كم كتبنا 830 حلوه والله طيبه طيبه جدا خلني بطلب المقاضي اللي علي قبل ما نفتح المحل ابغى احط الزيت هذا 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 خلاص ما بقي حبه واحده خلاص الحين اقدر افتح المحل و هذا خوينا بيقعد يرتب والله انت حيهم يا الله انت حيهم ما بقي شيء على ليفل 19 وبعد باذن الله ليفل 20 هلا بوي بوي اقدر اشتري كاشير يب والاشياء عندي الحمد لله لسه مطول على انها تخلص فشكلي ابى اشتري كاشير نحرك المحل نخليه يعني ما ينتظرون كثير الزباين فهمتوا؟ خلنا نجي احنا شهرين شهرين لان قررنا قبل عشرين نجيب موظف جديد تعال يا حبيبي جيب ال... ما ادري اي واحد أبغى هذا مرض اتوقع انه هو اللي ابغاه اتوقع والله اعلم جيبه بسم الله يا رب ما اندم يا رب ما اندم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هلا بوي تعال هذا نحطه هنا اه مرور ظل والله هو اللي ابغاه زين ايش في وين يمسك اه لازم ابعده عشان زحمه الناس اوكي بيكون كذا كذا حلو صراحه والله طيب عشان مدخل الباب الظاهر مدخل الباب شوي قروشه ودي احرك هذا بس انه ما ودي بعد الزباين اقدر اقرب هذا برضه يمين شوي بحيث يكون عند الباب والله كذا كذا رايك برجع اشتغل كاشير الله يعين يا رب انه ما تطلع روحي يا رب احس اني ابندم صراحه على القرار هذا لكن وش بسوي بشتغل لين نهايه اليوم ما راح اطلب الا طلبيه على وانا اشتغل يعني ما راح اطلب لين نقفل المحل ويجي بكره الصباح نرتب المكان بعدين نفتح المحل تعال هذه جايتني هلا والله الله حيهم يلا تحيهم هلا 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 تيت والله اني من زمان عنها يا عيال كاش ما في صرف يا زينك يا شيخ يقول ما في عصير تفاح دقيقة 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 أنا جايب عصير تفاح يا تيس ما حط مارت محط ما حطيتهم أوكي ما حطيت أنا غلطان والله إني آسف والله عي هذه بدايتها ما في عصير تفاح مصيبة بغيت أخصم راتب ذا تفضلي ما شاء الله خلصت يا الحليب علينا الله يحييك الله يحييك والله الأمور مستتبة الأمور زينة لو في شيء يقرب يخلص مرة بدري يعني بروح أطلب مو مشكلة لكن حال إيه هي ايش الدايت هذا؟ يا عيال انتم بزارين معليش لو واحد منكم كذا الدايت حقه قاعد اسبه هنا بس ترى ما ينفع بباسي وقلت حياه يقول لك الباستا غاليه علي كم تبيها طال عمرك؟ ستة وخمسين يلا ولا تزعل ها عدلنا سعرها هلا والله ليه ليه طلباتهم ما ما بقيت شوي انا شاري ذا عشان تدفعون سبع دولار عيب والله عيب ايش والله تغير شوفوا يا عيال تقولون انت لا تغير الاسعار مدري ايش شوفوا العالم قامت تشتكي هذا غالي وذا غالي بعد ما حد يطلب كويس اني لاحظت شوف طالب لي بس حبه واحده من الغلاء الله يكرم ليزك يلا خذ الله يستر عليك تفضل حياك الله ما في شيء غالي يا شباب واو ودش طالب والله ان عائلتك كلها بزارين من الكيك والبباسي انا وش دخلني حاسب ولا يكثر ها صرت تجوني وساحبين على خويي خير اخوك الكشير وهذا نفس الوجه أه نعطيك خصم عائله تعال الله يحييك الله يحييك ايوه روحوا له لا حد يجيني لا حد يجيني انا بس اذا كان زحمه عنده تعال والله يحييكم غير كذا لا حد يجيني كيف اطفي الكاشير؟ أه بطفي يبغى لي اشيله بكرتونه عشان ما حد يجيني والله شكل هذه الخطه يجوني اذا زحمه عنده انا انا الهدف اني اساعده وقت الزحمه فقط اما انكم جاييني كل شوي وهو فاضي لا شو استفدنا؟ طيب طيب لازم اطلب انا عندنا نكس في الاغراض عندنا نكس في القهوه ونكس في الفول السوداني اوكي طلبنا طلبيه والله دايم عندي فلوس مره كثير الحمد لله والله عندي فلوس مره كثير الحمد لله يا رب انهم ما يزعلون اللي عند الكاشير انا صراحه شوي بسحب عليكم يا يعني عيال يزعلون لو تاخرت عليهم احس اني مره مره تاخرت عليهم بسم الله مشينا وصار صار عندي انا السرع <تكلم> روحوا له فاضي هو شوفوا فاضي الكلب يقهر يناظرني مبسوط ان الشغل كله صار على ظهري اه كنت بغدر فيه وغدر فيني الحيوان ده وش الكشير الحين بيقومون يروحون له ولا بيروحوا من المحل ما ودي خاطر صراحه حياكم الله بجرب شيء عيال بجرب من بشيل الكرسي او بشيل الذا لما يكون عندي زبون واحد بس بشوف بتروح له ولا بتزعل وتروح من المحل بسم الله خلينا نجرب دقيقه كيري <applause> تروح لا حلو ما يزعلون يروحون لا كويس عرفنا كيف نتعامل لو جتني زحمه جلدتني جلد حلوين حلوين اوكي ساعتها رتبنا الامور اتوقع باقي 7 اب اوكي وفي قهوه الظاهر ناقصه لا والله فللها ما شاء الله الحين وش اقدر اسوي الحين اقدر اعرف وش اللي ناقصني لبكره اني اطلبه من الحين اوكي معي 1000 والله, والله والله الحمد لله جبنا فلوس والله الحمد لله جبنا مره كثير طيب خلني اسدد اللي علي ممكن مو كل طبعا والله مو ما والله اسدد كل شيء وجون ليفل 19 ابشركم اعطني هذه وهذه وحقت بكره برضو هذي وهذي زين عشان ما فجاه انسى واجيب العيد وسددنا هذول خلاص يبقى لي هنا دفعتين ويا اوكي الامور زينه أمور زينه مشينا فتحنا المحل او لا مو فتحنا <applause> خلينا بكره كم كسبنا؟ كسبنا كثير كسبنا حدود 1300 الانكم بس يعني صفالنا في 340 بسبة آه الزحمة اللي جاتنا وزي كذا، اوكي؟ okay. هاي طلبيتنا والله انها كيوت يعني ما مه بدك الزحمة وفتحنا المحل. شوفوا خوينا حتى وقف ما قاعد يرتب لأنه آه رتب كل شيء عنده. مستعدين؟ مستعدين ليوم الجديد وهلا والله, والله. يا شيخ يا شيخ. خلني بشيل هذا الحين <applause> لا يجيني أي أحد. انقلع انقلع انقلع. ما ما ابغى احد يجيني الحين اذا بدت عنده زحمه فكيناه وحطيناه الحين ما, ما ما يحتاج مساعدتي هو شوف بجهز اول شيء خلينا نشوف مانجمنت لايسنس uh, الرخصه القادمه في الغالب ايوه الشمبول صوابين ذكرنا سولفنا عنها الحلقه الماضيه 750 سعره غاليه صراحه uh, بتحتاج وشو؟ بتحتاج طاوله رف شلف جديد اكيد 100% فخلنا نضيفه يعني نحتاج تقريبا 1000 ريال ألف دولار من الحين نحتاجها خلنا نساعد خوينا بحط الاغراض هنا ذي تعالوا تقول تجول عندي الله يحييكم تعال رحمتك رحمتك ما عليك ترد امس تذكر متجحدني امس ها بل تقتسم من المنتقم هذا الانتقام يا ابوي الكم الله حيه الله حيه بس حبتين يا اخي انت بخيل يا تحييهم خلني بشيك على الاسعار لا يطيح سعر شيء وانا ما ادري فكوني فجاه مشتكين وشوكولاته هنا حبيبي انا ترني طالب شوكولاته ورا ما حطها ذا والله طلب طلبيه حلوه طلبيه دسمه من ضمنها ال يسمونه هذا الشلف بسم الله تعال يا حبيبي انت زحمه انا هنا الله يستر لا يا شيخ رحولة. رحولة ده. ما تقعد تناظرني كذا روحوا له روحوا له ذا ما قاعد يسوي شي. شيء والله, لأشيها. والله لأشيها. لا شيلها والله لا قم 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 انت يا روح روحوا له هي حركتك اللي امس ما تعيدها والله, الحين الحين والله, والله والله ما تعيدها، الحين الحين تعال الله يحييكم خل عنده زحمه بالباقي يجيني يلا يحييهم والله والله ما يسوق على انقلع تعال حياك الله يا سلام هذا قبل رمضان ذي على علب الزيوت ذي واضح انها سمبوسه وسعه صدر يا الله انت حيّيها 118 دولار اوه من زمان ما شفت هالمبلغ او ما قد شفته اول مره اشوف هذا المبلغ الله يحييك هذه نعطيها ديسكاونت مفروض المره الجايه نعلق صورتها هنا الله يحييك 100 دولار تعطيني هذه حقه التطوير الجديده والله العظيم يا دقيقه ابغى بس نشوف اي خلينا نشوف وجيهكم هلا والله اخوك مره ثانيه حبيبي ديسكاونت والله ما اعطيك يا يعني جبنا ال760 حقه التطويره نقدر الحين نطور ونطلب برضو الاشياء اللي نقصتنا باذن الله على نهاية اليوم على الزباين اللي دخلوا واتوقع بنجيب الفلوس كافية على تطويرتنا القادمة. انتهى اليوم ابشركم، شوفوا كم معي. 1123 وعندي طلبات مرة نقصتني. فنبغى اول شيء نرتب الاشياء اللي نقصتني اول شي للمحل. للمحل هذه الاساسية. مثلا المكرونة الجديدة وينها؟ هذه. الفول السوداني برضو لازم نطلبه. الثلاجة الحمد لله مليانة. ممكن نطلب يوغرت فلكس الجديد برضو تعال جهزت الاغراض واقدر اني ابدا اليوم الجديد وانا مرتاح في شيء نسيته صح الحليب 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 نسيته الشاي يرتفع سعره بعد <applause> تعال أو اوكي مرفوعه من اول طيب شوف بضيفه اضفته وبرتب هذول الحين بحطهم هناك بحيث انه يبدا ترتيب وبعد ايش بسوي؟ بشتري التطويره الجديده خله هو يشتغل يرتب وانا اشتري تطويره بحيث نستغل الوقت رتبناها تعال حبيبي تعال اول شيء الرف الجديد اتوقع نقدر نحطه هنا صح؟ كني اذكر يوم شرينا كان ياب كان يمدينا نرتب نحطه هنا حلو جميل مره طيب وهذا نفتح من الحين خلينا خل... خلينا الحين ما نحتاجه ما, نحتاجه خلينا نجي نقول بسم الله عطني يا سلامة اول شيء مانجمنت وعطني لايسنس اوف والله غاليه خليني افتح المحل نكسب رزق كذا كم قرش يب ما عاد بقى عندي فلوس المشكله لاني بشتري هذه ب 750 وبشتري الحليب و الحليب لا انساه جيبها جيب الحليب والله العظيم هذا هذا ترى عليه طلب مره مره عالي يلا يلا تحييهم تعالوا افتحنا المحل اقسم بالله فتحنا المحل تعالوا تعالوا تعال يلا تحييهم ابى تقريبا الف الحين يعني 300 دولار زياده 750 حقت الابجريد و250 حقت المقاضي حقت الابجريد نفسها الشامبو والصابون بحيث اني اطلب منها يعني عدد حلو البريد تقول غالي بس عاد ترى خبز يعني والله اني حاطه بسعر مره غالي لا والله مره غالي سعر انا اسف صراحه يبي لي والله يبي لي شيك على اسعاري ايش في ايش في ايش في ايش في الاسعار تغيرت والله والله عال يعني نصيحتكم كانت حلوه وقتها اول لما ما كان عندي وقت الحين دام عندي وقت والله نصيحتكم ما تنفع معليش يا تغيرت اسعارها والله لازم أ... <applause> يا عيال جيت زحمه يا عيال لازم افزعله انا اسف دقيقه دقيقه كنت ارتب الاغراض بس آه، رحت شريت اغراض زياده وزي كذا طلبيه يعني لازم يعني لازم والله... كل شيء يخلص شيء لازم اطلب يلا يلا تعالوا تعالوا حياكم الله تعالوا يوم بنفسي جي تعال اطمر الدور تعال يا عيال تعالوا ايش بلاكم يا عيال صار يمديني اكتب آه بالكيبورد اول ما كان يمديني اكتب بالكيبورد حلو سهلوا علي البطاقه مره سهلوها اي يا شيخ اوه وين هذا التحديث من اول اول كان لازم اضغط بالماوس اذكر جربنا اول او ثاني حلقه الحين لا بالكيبورد اقدر اكتب يا زينه جبنا 918 باقي لي شوي على ال1000 انا مصر على 1000 950 حلوه على الزبون اللي الحين قاعد يحاسب بنقدر ان شاء الله عطني اللايسنس الجديد الرخصه الجديده وهلا بوي عطنا الماركت انزل احتاج طبعا عصير تفاح برضو لا انسى خليني احطه في العربه عصير تفاح وعطني الاشياء الجديده صابون مدري وشو مدري وشو مدري وشو من كل شيء حبتين والله اذا حسنت هذا غالي يا عيال كلين دش دش واشر تابلت هذه مية 160 الحبه وجع <applause> والله مره غاليه <applause> طب احتاج 54 جت زحمه والله والله جت زحمه تعالوا تعالوا تعال تعال حياكم الله انا خاف بس يزعلون ان ايوه ما لقى بليتش هذا اللي خايف منه هنا أني يقول والله ما جبت بليتش لاني توني فاتح الرقصه فخلاص يتوقع اني بعطيه اقول قاموا يشتكون ما في بليتش وما في مدري ايش اطلب هاي الطلبيه الاولى جبناها ويا حبيبي انت ايش احتاج نور دقيقه 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 قبل النور وقبل ما أدري وشو بشيل هذا معليش مو بوقته لازم ارتب والله لازم ارتب تعال هذا نحطه هنا وهنا وبنحط سعره كم نحطه ب 20 والله انك ما ادري احس ما قاعد اكسب من كثير للاسف خلينا نوديه الحين هناك بعدين هو يرتبه وهذا وشو هذا بخاخ برضه بنحط هنا لا تعال هنا وهنا الحين هو يرتب الزايد ولسه برضه في في دفعه دفعه ما طلبنا لسه يعني لا لسه ناقص نطلب زياده بس بس انه طفر بشوي شوي يعني طفر فيني شوي مو كثير وجت الساعة تسعة أحتاج هذه حبتين وهذه حبتين وهذه حبتين هذه الحالة 180 أقدر أجيبها وغير الأشياء اللي نقصتني زي الزيت زيت الزيتون المكرونة يعني أشياء هذه بخند نضيفها ضيفها بكرة صباح بطلبهم كلهم دفعة كاملة أتوقع إن في فواتير نسيت أسددها تعال تعال حياكم الله تعال يا دكتورة تعالي والله إني مشتاق لك مرة مرة مشتاق لك تعالي الله يحييه الله يحييه الله يحييه شاري من غسيلة غسارة الصحون واضح انه عنده فلوس طيب معي 470 وطلبيتي الجاي 330 دولار تحتاج واتوقع اني لازم اسدد 335 باقي لي 100 دولار احتاجها تكفى يا عمري ان طالب مرة كثير تعجبني والله تعجبني ها <applause> يا زينة ان شاء الله بنجيبها في باقي فواتير بسحب عليها صراحه <applause> والله بقى على جنب على جنب ابغى بكره اطلب الطلبيه الجديده سلام تكفى يا سلام فلاور ما لقى والله بكره نجيب لك فلاور الحمد لله على السلامه فتحنا المحل وتعال يا حبيبي خلني اطل سحبوها مني بغصب يا عيال يا انتو قليلين اداب صدقون المناديل الكرتون الواحد يعبي لي رفين اصلا <applause> والله انك بثر ودي <applause> كنسله صراحه ما جاز لي وهذا ايش؟ هذا صابون يد امم وين نحطك وين نحطك؟ خلينا نحطك هنا يب حطيناه هنا خلاص الحين جبنا طلبيه جديده كامله يا سلام سلم بس ايش يبغالي اطلب منها دفعه زياده بحيث ان نعبي ال... اوه لا لسه باقي صابون نحطك هنا اجل والله ما هو مرتب ما عجبني ليش ليش متزاعلين هذا صابون غير هذا صابون يحتوي على نسبه زيت عشان كذا حطيناه عند الزيوت تبون تصدقون ولا بكيفكم هاد يلا نفتح المحل ابي اجرب لو قفلت الحين الوقت يمشي حتى لو قفلت الوقت يمشي خلاص فتحت المحل ما تقدر توقف في نص اليوم طيب طيب على العموم انا بجهز الحين آه قررنا نجيب له بال20 ابشركم بجهز الطلبيه اللي ناقصه اللي ما جبنا منها زياده واشياء اللي يحتاجها برضو زي السباغيتي في زباين يحتروني بس انا قلت والله هنا اني اسوي ريستوك اهم من الزباين صراحه والله الزباين يحترون الله يهينهم خلاص كل شيء تمام كل شيء تمام تعالوا وخرب ليش السر اللي عندي هذاك وده... فاضي لا والله انت تروحون له لا والله انت له مو مب... بنت اللي تسوق علي تسمع مو بنت اللي تسوق علي تجيب لي زباين وخري الله <applause> والله يا عيال حرب قامت الحرب وجبنا في 20 بس عشان ما نتهاوش انا وياه ولا احد منا يزعل على الثاني هايرنج وعطني الكاشير ايش؟ كومبليت شيك اوت لازم نسوي 400 340 شيك اوت يا حبيبي مره كثير ايش دعوه؟ كم وصلنا الحين؟ 43 مطولين احتاج 60 نفر زياده معقوله كل هالفتره ما جبنا؟ خلصت المناديل كلها وجع ثلاث. <applause> تخلص المناديل على خلق الله <applause> هذا كل الستوك اللي, اللي عندي خلصته يا <applause> تيس كم وصلنا يا عيال؟ خلينا نشوف هاي طبعا ضربية بكرة أه واطلب واحدة بعدها برضو نحتاج زيادة وصلنا 49 احتاج يعني تقريبا 51 زبون زيادة ان شاء الله بنقدر عليهم باذن الله أه يبدو لي اني بحتاج راك زيادة ثنتين على الاقل زيادة شوفوا امترت امترت من كثر الخربيط اللي طالبها انا خلاص هذا بعبيه انا لانه ما عاد في مكان اصلا فلازم اعبي بنفسي والله العظيم يلا بسم الله حياكم الله حياكم الله الحين خلاص بفتح الكاشير معه نترزق الله يلا نحييهم وان شاء الله نقفل على الرقم اللي ناقصنا باذن الله ناقصنا كم الظاهر خمسين الحين تمام دقيقه مانجمنت ناقصني يا عيال ما يحسب حق الكاشير هذا بطرده بطرده فاير والله بطرده طردته يعني لازم انا بنفسي اخلصهم طردته والله شو اسوي لازم بنفسي اخلصهم والله يعين يا عيال ادعوا لي يلا بخلصهم وبرجع لكم انا لازم اقفلهم الحالي حقاته ما يحسبون فتحت الكشرين بحيث اني اغطي هناك وهنا وبشتغل الحين محاسب حرفيا بحت بسم الله حياك الله <applause> يا عيال اخطبوط صرت والله قفلتهم ورا بطيء كذا لا, لا لا طلع هو البلا فيه انا شوف هذا اللي قفلتهم وخلصت القهوة، لازم أطلب قهوة. أتوقع هذا آخر زبون لليوم، يا سلام ويا ران تحييه أقسم بالله إني كرفت كرفت الله لا يوريكم يا عيال. شوفوا، أول شي معي 1500 عشان تدرون إني كرفت حتى ما قدرت أطلب ولا شي. باقي لي 17 زبون زيادة. طيب أنا حرفيًا خلصت كل أغراضي الظاهر. خلني أخلص من الدولاب هذا، وش ناقصنا؟ ناقصنا الصابون. عطنا الصابون. تدري؟ جيب الصابون. حبتين 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 آه ودي اطلب حبتين زيادة برضو من ذا الجديد بنقص هذا ما احتاج الدش واشر ليش؟ عشان ابي اطلب فرنتشر شلف زيادة اسمه الراك يب احتاجه بكرة نقول بسم الله نبدأ يوم جديد الله يستر اول شيء يا حبيبي عطني الرف هذا نحطه هنا يكفي نب ما يكفي نخليك هنا ولا تدري خليك هنا في في الزاويه دي المقابله هنا يا سلام طبعا كل هذا استعدادا اني افتح المحل لان ابحتاج يكون تركيزي كامل في المحاسبه اني اجيب الرقم القياسي اللي باقي لي اللي هو 17 او 18 قلنا نسيت والله بس باقي لي رقم الزبده والله يا يعني رب بسويها اسمه الرك ثاني عقب الزحمه اللي شفتها عندي تعال يعني صدقوني لازم <applause> صدقوني لازم <applause> انا لو اني داري كان من البدايه طلبت كاشير ثاني وقعدت اساعده من البدايه كان والله اني جمعت الرقم بسهوله بالراحه مجمعه. يا يعني شوفوا اصدمكم هذا تقريبا قرب يفلل وهذول مفللين. ولسه باقي هنا كرتون بعد. ولسه في اشياء ظاهر المفروض اني اطلبها بس خلاص انا تعبت. فبفتح المحل واقول يلا تعالوا يا من قايل انت يا خلصوني خلصوني ارحموني اقسم بالله اني رحت فيها. والله اني رحت فيها تعالوا. يلا اعتقوني يا شيخ. 17 بس باقي واجيب مطب ثاني يا عيال تكفون دكتوره دكتوره والله تعبت ساعديني ابي علاج ابي علاج اتوقع هذا اخر واحد يا عيال والله اعلم ان اخر واحد وجبناها يا عيال اخيرا اخيرا تعال يا حبيبي اتفضل 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 هاي اهلا 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 وركبناها اخيرا يا سلم سلم آه، والله اني تعبت يا شيخ، أخيراً، ما بغينا يعني إيش ناقصنا؟ ناقصنا يجيبون لنا موظف يشيل الطلبات هذه ويرتبها بدالي الله، يشيلها من الشارع ويحطها هنا، أقسم بالله بيفك لي أزمة خلاص أصير مدير كبير، ايش دعوة، متترقى أنا مترقي نفسي وأدلع نفسي صح ولا يا عيال؟ والله ما ينفع يا سلام، يا سلام سلم، ويا سلام سلم أقسم بالله أخيراً أحس اني أنجزت، أنجاز مو طبيعي يا عيال كرفت كرف مو طبيعي والله مو طبيعي اتوقع البنك انه خلاص ال... اوكي هنا في واتير مره كثير ما دفعتها بس البنك اتوقع ايوه باقي اخر دفعتين هذا متاخر يومين وهذا حق اليوم ادفع يا رجال خلاص الحين تكين البنك ما عاد اوه افتحوا لي قرض خمس وخر <applause> والله ما اخذك إنقل انقلع الله لا يحدني الله لا يحدني ان شاء الله اني ما اخذه لانه اقسم لا يكسر الظهر ددين